فضيلة الشيخ جزاك عبد الله الله كامل، خير شكرا الحمد. جزيلا، كلمات معبرة وكلمات مؤثرة. اتصال، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، الله مساءكم بكل خير. بارك الله فيك. نعم، تسمعني يا أخي؟ أسمع حضرتك، تفضل. الله يحفظك. أنا بتكلم أولا من خارج مصر، ولست بمصري، وإن كان هويتنا التي نعتز بها هي الإسلام. نعم. الذي عرفتم به هذه القناة، وهذا ما نعرفه من دين المشايخ الذين يظهرون على هذه القناة. نعم. ومن حقنا ابتداء أن ندافع عن هذه الشاشة التي تنطق بالحق بقال الله وقال رسوله وقال الصحابة بأفواه هؤلاء المشايخ الذين نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم والدعاء لهم، وأسأله تبارك وتعالى أن يحرم هذه الوجوه التي تظهر على هذه القناة الطيبة عن النار والقائمين عليها جميعا، وأن يجعلها منبرا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم. لو سمحت وتكرمت لي وأنا أكلمك من خارج لبنان، نعم، ولدقة ظرف معين أنا أخبرت تحت الهواء أني لا أريد أن أعرف بجنسيتي، نعم، لكنني كمسلم أريد أن أقول التالي: وإن كنت لست مصريا فأود أن أقول بشكل مباشر إن الهجمة على مصر الحبيبة وعلى شامة العز قناة الرحمة التي ظهرت وأظهرت الوجه الحقيقي المشرف لمصرنا الحبيبة هجمة مبرمجة وراءها أعداء الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى. وأنا حقيقة أريد أن أتوجه إلى سيادة رئيس مصر السيد محمد حسني مبارك، نعم، أن أتوجه له بلسان العالم العربي والإسلامي بأن يحافظ على هذه القناة وعلى هذه الشاشة المباركة، ونحن نتوسم فيه الخير. وإن كان يسمح لي القائمون على هذه القناة، أود أن أقول إن الهجمة على مصر تحديدا اليوم هجمة مبرمجة، فبعد الانتهاء من القضاء على العراق لم يبقى مخزونا قويا حافظا للإسلام والمسلمين إلا مصر في أرض الواقع. نعم. وإن هذه الهجمة على الرحمة هي هجمة مبرمجة يراد منها اجتثاث هذا الإسلام العظيم وضرب خزان المسلمين في صميمه وعقر دارهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم. ولو سمح لي الإخوة القائمون على هذه القناة، إن الهجمة هجمة الرافضة على هذه القناة لهي هجمة مبرمجة وعلى مصر تحديدا، وإن كذلك هؤلاء الأقباط أعداء الله تبارك وتعالى. ونحن كما قلتم، حتى أوضح نقطة، نحن لا نعادي النصارى كونهم نصارى، ولكننا نعادي أعداء الله الذين يتربصون بالمسلمين. شكرا جزيلا. الأقباط لهم حقوقهم كاملة وغير منتقصة في مصر، وهذا معلوم للقاصي والداني. نعم، ربنا يبارك فيك رب. شكرا جزيلا. والله يعني أشكر حضرتك على هذه الكلمات الرقيقة الرائعة، وطبعا أضم صوت لصوتك أن فعلا مصر مستهدفة. نعم. وإن شاء الله إن شاء الله سوف تظل مصر هي الحائط الصد المنيع في مواجهة الأعداء أعداء الدين، وستظل مصر إن شاء الله هي بوابة العالم الإسلامي، ولن تنكسر أبدا طالما هناك في هذا البلد الكريم رجال أوفياء، رجال يحبون الله ثم يحبون وطنهم بإخلاص وبصدق إن شاء الله تعالى. أستاذ علاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. هل ممكن أكلم الشيخ محمود؟ اتفضل حضرتك معنا. اتفضل يا أخي الكريم. احنا بندعو لكم اخوانكم في بوسعيد واهلكم في بوسعيد، بندعو لكم بالثبات، وقلوبنا وقلوب اهل بوسعيد جميعا معكم. نعم. وهي والله هجمة على الاسلام، ونحن جميعا نعي ذلك. وقال الله تعالى: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. نعم. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثبتكم الله على طريق الحق، وندعو لكم بالسداد والتوفيق. امين يا رب. من اجل الدين الصحيح. شكرا جزيلا. الاخ محمد من الاسكندريه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك استاذ محمود؟ اهلا بك، الله يكرمك. جزاكم الله عنا خيرا. الله يكرمك، تفضل. ازي حضرتك يا استاذ محمود؟ الله يبارك فيك يا اخ محمد. جزاكم الله خيرا يا استاذ محمود. وجزاكم الله عنا خيرا وعن المسلمين خيرا. الله يكرمك. ويعني طبعا حضرتك تعرف ان لكل واحد من المسلمين يعني يحافظ على دينه ويسعى الى الله عز وجل قد يكون هناك نوع من البلاء. نعم.
فلعل هذا نوع من البلاء. نعم. وندعو الله عز وجل أن يرفع به الدرجات. آمين يا رب. ويمحو به الذنوب. آمين يا رب. وأن يجعل كل هذا في ميزان حسناتك وحسنات إخوانك. آمين. وعلمائنا ومشايخنا وكل العاملين في قناة الرحمة. آمين يا رب. لأن يعني لا قدر الله لو حدث ما نخاف منه فهذا خسارة فادحة للمسلمين أجمعين. لن تحدث إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نرجو الله عز وجل يعني ألا يحدث ذلك أبدا. ونحن على الأقل على قيد الحياة. شكرا جزيلا الله يكرمك ويعزك رب. مداخلة مهمة جدا معنا من يعني ضمن نجوم قناة الرحمة وعالم من العلماء الأفاضل اللي نكن لهم كل احترام وكل تقدير وصاحب البرنامج المتميز برنامج أجوبة الإيمان اللي دايما بيمتعنا في حلقاته كل أسبوع وكل حلقة من حلقاته في كل جمعة بموضوعات مهمة وتضيف للأمة بفضل الله تبارك وتعالى. أستاذنا الدكتور محمد داود السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك؟ إزيك يا أستاذ ملحم؟ أهلا بك يا فندم الله يكرمك ويعزك. إزاي الأستاذ محمود؟ الله يبارك فيك ما شاء الله دكتور وجزاك الله خير وحبيبنا والله دكتور محمد. شاشة الرحمة إن شاء الله سيباركها الله عز وجل. نعم. لأن الله يؤيد الحق. نعم. والله ولي الذين آمنوا. نعم. وعايز أقول لأخويا الأستاذ محمود وإخواني المشاهدين مسألة في غاية الأهمية. نعم تفضل. قناة الرحمة لم يعترضها اليهود لأننا نسيء لغة الخطاب أو تجاوزنا الحدود أبدا. نعم. ولكن السبب الرئيسي والجوهري لأن قناة الرحمة دخلت منطقة التأثير. نعم نعم. قناة الرحمة أصبحت مؤثرة. نعم. وما من شك أن هذا يعني يشتد عليهم ويحرك سواكنهم. نعم. فلأن قناة الرحمة مؤثرة تناقش القضايا الجادة. نعم. وتناقش بمنطق الحكمة نبين الحقائق نحن لا نشفه الآراء نحن حتى مع المخالف لنا في ديننا مع من يسب مع من يشتم لا نبادل الإساءة بالإساءة وإنما بالمنطق وبالحب وبالحكمة وبالتسامح وباللين. فقناة الرحمة السبب أنها أثرت في الناس. نعم. وأثرت في الأمة. قناة الرحمة ده بالنسبة لأول عنصر وهو عنصر لماذا يواجهون الرحمة لماذا هم حاقدون على الرحمة لماذا يحاولون وقف هذه الشاشة الربانية عن الأمة لأنها دخلت منطقة التأثير. نعم. وهذا واضح. الأمر الثاني هذه كلمة لإخواني المشاهدين أذكرها تجربة أنا مررت بها لأنه لا يكفي أن نؤازر قناة الرحمة بالكلمات. نعم. أنا أشهد الله أني مررت على كل القنوات الإسلامية بلا استثناء. قلت لهم يا جماعة ببساطة جديدة إحنا عايزين حد يرد على الإساءات والاختراقات الثقافية التي تشوه صورة المسلمين في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كل واحد كان بيقول لي نصا كده يا أستاذ مولي. نعم. اشتري مساحة. عايز اشتري مساحة وادفع فلوس وخذ اعمل اللي انت عايزه. ده المنطق الذي تتحرك به معظم القنوات على الساحة. الأخرى. نعم. القناة الوحيدة من أول فتحها وبارك الله في فضيلة الشيخ حسان الذي فتح لنا الباب ودعمنا ونأخذ الكاميرات ونخرج إلى الخارج ونسجل مع السادة العلماء ولم يتدخل مرة واحدة في أن هنالك سقف للبرنامج غاية ما في الأمر هو التوصية بالحكمة والموعظة الحسنة ونحو ذلك. القناة الوحيدة التي فتحت أبوابها للدفاع عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام والمسلمين وعن سنة رسول الله هي قناة الرحمة. نعم. هي قناة الرحمة وما من شك أن القضايا التي أثيرت على قناة الرحمة خير شاهد لإخوان المشاهدين. ومن هنا أنا يعني أناشد إخواني المشاهدين لا تكفي رسائل الاس ام اس في وقت الشد. نعم. لا يكفي الدعم الذي يعبر عنه بالكلمات الودودة الحميمة ولها تقديرها لكن نحن نريد موقفا أكثر تفاعلا وأكثر تأثير. ما هو من وجهة نظرك؟ يعني أنا عايز تفعيل الإخوة الأفاضل أعضاء مجلس الشعب الذين أخذوا هذا الموقف الإيجابي. الإخوة المحامين أين دورهم في مصر وفي خارج مصر؟
وأنا أنادي إخواننا المحامين في فرنسا أن يقوموا بواجب دفاعي عن قناة الرحمة. نعم. وعن أمثال قناة الرحمة. والله ينبغي أن نكتفي يا دكتور محمد نرد بالكلمات فقط. يا دكتور محمد تفضل. هذه الرسالة يعني كنت سوف يعني أوجهها للجاليات المسلمة في فرنسا ودول أوروبا جميعا، وموقع القناة موجود ويتواصلوا معنا، وحضرتك برضك يعني حضرتك يعني بدأت بها، فأرجو أن تعيد يعني هذا الرسالة مرة أخرى. نعم، يعني أنا أرى أن هذا يعني واجب مقدس في الدفاع عن حقائق الدين وحقائق الإسلام وعن الشاشة التي تتصدى بحكمة وبأهل العلم لهذه الاختراقات.